La monnaie هذا قام غارو مني La monnaie هذا قام قام حاملني La monnaie أخوة السلام عليكم، كيف دايرين؟ أمي دكتوراتكم صحة طيبة وفي أحسن أحوالكم. مرحبا بكم معنا وتاني أجيري فيديو جديد، بلاطيت رياكشن جديد. اليوم تمسكو راب ألجيري، عارفين نخبرش بزاف. كنت تراري جا تمسك اليوم مابقاوش يلوح الدويسكات، كاين شي عناصر جداد في الجزائر مقاودين تتسنى معايا لوحود جديد ديالهم باش يديرو لهم رياكشن، فهمتي؟ مجاش نلوح شي حاجة قديمة كيما شو ولا ملاحوش، غنبارطاجي شي طرق قديم ديالهم باش نخلي اللين ديالهم تدخلو دعمهم. دراري ألجيريان مقاودين، مالينا جا الدراري كنت غندير ديديكا 16 بالرجول، غنجي الديكور يلاه وجدت الماتيريال كدا شعلت الريكورد دورت عيني وكوي بلي يوبي يوبي ريح تراك بساعتين دابا عارفيني خوك مازال يوبي يوبي. قلت مرحبا كان ديديكا 16 ولا 18 ولا 20 دخل لي يوبي يوبي حنا نديرو دابا تراك دابا لحد دابا شحال ساعتين تمسكو 28,000 اصريف 55 عليك الصاد الله ما بارك تقول حاضينك. حنا راه مراكا راه ما عندناش مرحله ديال التقوى الصاد ما تنقوصوش على بنادم، ما عليناش. تراك سميتو اس دي اي، غندخلو الدراري تمسكو الاس دي اف دي اخ يو بي يو بي. شوف انا راه تنحبوك ولكن غنشكروك ونمدحوك ونكبرو بيك عشيري الا جبنا التراك، واخا حنا راه تنحبوك ولكن ما جبناش التراك بالرجوله نبداو نشقو فيك نعيش انا الصاد بدينا ويلا نبداو قبل ما تقلق العايا. اي الله كان عايش كيما انتوما كانت عنده دارو كان عنده عائلة وكانوا صحابو جارو صاحبي قلت هاو امشي الله يعمر له الدار اخويا كندير ويش والدار مشيت بدل الصداع على والو مشيت جبلت برية فهمتي الديكور كان قلبو بيض تيسامح شعرفو راه كاين ولد حاومت كنت غير بحالو كان يدعي ربي باش غير يطول في عمارو كان حامد ربي ربع حيوط وسطرو عارو كان عندو ام وابو كان يقرا في الليسي كان تيتسطا على ام وباه كان مرضي والديه الصراحه كان تسمع الهضره ديالهم كان لا غير لا غير كان حاب يولي حاجه كبيره قبل الديسي كان حاب يدير مستقبل ديسي هي قبل ما يموت ولا شنو قبل الديسي لا قبل ما يديسيدا الديسيدا شي معنى اخرى كمل يقرا في الليسي كان حاب يولي حاجه كبيره قبل الديسي راه قال لك بغى يولي الرتبه اللي عند اخ ديك اخنوش ياك اخنوش لا مسميش اخنوش هذاك اللي ديال المخزن سميتو عندنا هنا محموش حموشي هذاك تي معلم راه شحال السميه كان بغى يولي بحال الحموشي السامك تيبش له مسكين ما عرفتش واش دابا راه هو يعاودنا له فين وقع كان حاب يدير مستقبل وكان بريسي كان بوني لاف قدام السيجي ما ستريسي بدات الحكايه اللي هذا كان بوني لاف كان عبقري ديال المدرسه صاحبي كثرش يمكن كناش نغيرو منه كنا تنعيطو له حميده ها الصبع ديما الصوت تيجاوب على الاسئله تيجاوب على الاسئله كيف 2015 جونفي سات نهار جاتو ابل قالوا له صاحبي يماك توفات بقى في سكات عين ما الله يرحمها عمري قلت التاريخ ويماك توفاش بين فيها استوار فريك الله يرحمها اخويا جونفي سات نهار جاتو ابل قالوا له صاحبي يماك توفات بقى في سكات عين ما بكات وهو في شوك شكون اللي مات يماه راحت يماه جات الدنيا جابت موت الدات الله يرحم هاد الصدمه هادي اخويا الله يرحم الشهر شي شهر دابا دري صاحبي مات له ما عرف يبكي ما شفت واحد القنت بقى عمريه صافي تصدم سيت الصدمه تحركوا المهم تخلطوا له العواطف تخلطوا له كلشي وما متيقش الله يرحم اللي ماتوا عساه باقي وحده غير يدور يشوف تصاور ويولي ولا عنده والدي حيي فهمتي ان شاء الله فيهم من الجنة تحت اقدام الامهات فهمتي راه قال لك امي واقيلا عاد تما ابي ما علينا شو ما راه عارفين احسن مني اللورد دمعتو تعمرت كمل عساه باقي وحده غير يدور يشوف تصاور ويولي اللورد دمعتو تعمر البور شيان ما بقى له والو في الكور مرابيا ما تلحقها الشيخ في حادث مرور شكون الشيخ زعما الوليد ديالو الله اكبر قصة حزينة تعاود لنا صاحبي شو مالك اصاحبي غبرتي لنا دخلتي لنا الدراما صاحبي شو مالك
كونتيني ما بقى لوالو في الكور مرابيا ما تلحقها الشيخ في حادث مرور كيما تعرفوا نص الشعب كاريين دار مور الجنازة بس نص الشعب كاريين دار اخي اش من نص الشعب وقول 90% من الشعب راه بحال المغرب بحال الجزائر ناس سياسة ناس تطبيق ناس الهيج 90% من الشعب كاع 85% بغيت يشقاو قول 80% 500% 50% راه شي ناس غير الزنقة مساكن زمانة الكريمة زادش نهار كان عنده عائلة مي المليح فيهم مالكي مور الجنازة بسمانة الكريمة زادش نهار كان عنده عائلة مي المليح فيهم مشرار لقى قشو برا يتلاوح وهذاك اللي كانش عنده عائلة مليح فيهم مشرار يعني مفهم خير كاينين شي عائلة بحال هكا كاينين كان عنده عائلة من المليح فيهم مشرار لقى قشو برا يتلاوح وهذاك اللي صار بدات الزنقة تاكل فيه وكل يوم عند صاحب حتى صحابه قولي هو اب وحده ما عنده لا خوت ولا والو بعدا سولو سولو مينتي هاني هادشو تلاوح وهذاك اللي صار بدات الزنقة تاكل فيه وكل يوم عند صاحب حتى صحابه كرهوا منه والجميع انسحب جيب ماشي كرهوا منه وهي تقريبا بحال هكا كرهوا منه لكن سافر شنو مالها ما بقى لهم جاد فهمتي الديكور ماشي صحابه كرهوا منه وعايش ما بحال تنعرف على من تيهضر عزيز علي نعيش مع التراكاش بحال هكا اخوت بقى تاكل فيه وكل يوم عند صاحب حتى صحابو كرهو منو والجميع انسحب جيبو فرغ وقلبو تعمر فهاد الزمان الشاحب بدا يعيط في التليفون لا لا واحد ما حب راح بدا لا واحد ما حب اجاب الله جاوبو بعدا راه كلم شي جاوبش تعيا ما تصونيرو ماشي جاوبش قلبو تعمر فهاد الزمان الشاحب بدا يعيط في التليفون لا لا واحد ما حب راح بدا يخدم في قهوة وكان يبات فيها حبس القراية اللي الشهرية ما راح تكفيها اللي لي يجيب صداع والظلمة تاع مواليها بشهر ما شهرية كداد في التليفون لا لا واحد ما حب راح بدا يخدم في قهوة وكان يبات فيها دابا كان صافي زعما قلب الحافة ولا خدام في قهوة ولا سربال كان يبات تما القراية اللي الشهرية ما راح تكفيها اللي لي سمعتها في القراية اللي الشهرية ما تكفيهاش كمل جيب صداع والظلمة كان يبات فيها حبس القرايه اللي الشهريه ما راح تكفيها اللي لي جيب صداع والظلمه تاع مو اللي لي جيب صداع ولا اللي لي جيب سبع الظلمه تاع مو اللي عرفنا ولكن اللي لي جيب صداع هذا حبس القرايه اللي الشهريه ما راح تكفيها اللي لي جيب صداع والظلمه تاع مواليها بشهريه تاع زوج ملاين وماشي فارهه فعبات خاطين في الشارع يبيعوا الكيف شافوا هي بيت خاطين في الشارع يبيعوا الكيف يبيعوا الكيف دريري في عبادي في الشارع يبيعوا الكيف غادي يجروا الطريق وماشي غادي يجروا الطريق 100% فارها فعبات خاطين في الشارع يبيعوا الكيف شافوا هيتي علاش غادي يجروا علاش تجيب لهم فين شي مجديس فهمتي خونا نقي ما موسخش ما معروف لا مخزن حتى واحد اي فاهم وين فاهم يجروا كمل انت اسمع قال لك هذا طفل خفيف ما عنده كتاف ما كاين اللي عليه خاف جابوا له فايا وقالوا له دور بالسيف بدا يبيع في حاجه ماشي تاعو يعطوا له مصروف يخدم الصباح في القهوه ولا هو بالسيف زعما يا صحه فهمتي الديكور هذا بالخاطر هنا تيذوقك الحلاوه اول حاجه تيبليوك فهمتي يعني حاجه تيقولك بيع الشراره فيه الفلوس فيه كذا فيه الطمع فيه فهمتي تيطمعوك تيعطوك يلا دخل وجوري هو الباطرون ديالك تدخل له المصروف بدا يبيع في حاجة ماشي تاعو يعطو له مصروف يخدم الصباح في القهوة والعشية يخدم بالخوف خايف من الشرطة وخايف من العراية والمكشوف بدا يتحرك في الحومة شي جاو بدا يتحرك في الحومة هذا ما زاد راه عارف وما عملش يبيع مولا معروف سمعوا به زروقة ومول القهوة جابو برا بقالو غير ينحارب سمعوا به زروقة ومول القهوة شنو الزروقة زروقة زعما هي زرقاوة وجرع له مول القهوة كش ما يسلك الجرة زروقه ومول القهوه جابو برا قالوا غرين حارف كش ما يسلك الجره تبيع الكاشيات وكاع اللي تعمر الراس بصح الزنقه دابا خرج ليها نيشان بمجي صافي خصو يجيب فلوس ولا لا لا كش ما يسلك الجره تبيع الكاشيات وكاع اللي تعمر الراس بصح الزنقه تقول السلكه ماشي في كل مره طيحوه بزوج فايات كيف ديلي ديسات ما كان طيحوه بجوج جوج شنو هي جوج فايات شنو هي جوج فايات خصنا نتعلم اللهجه الجزائريه صحه ني جوج فايات هذا وشي زنقة تقول السلكة ماشي في كل مرة طيحوه بزوج فايات كيف ديلي ديسا وجادة وجادة تيضرب بحال مع الجزائريين ياك شي فهمو الجزائرية عندو واحد عشيري وجدي نقولو يعلمنا هاد اللهجة هادي ما كانش مقلق على الاقل الداوة وين يبات شارع ضربوه بربعة في سكات ما كانش اللي يجي البالوار وما كانش عين عليه ما
مكاش مقلق مو عارف غادي فيني عارف فيني بيت عباد شارع ضربوها بربعة في سكات ما كاش اللي يجي البالوار وما كاش عين عليه بكات ضربوا ربع سنين نفس السكات شو عاد ما تسوق له شو عاد ما جاب خبار خدم ربع سنين وطلقوه 2021 وحدو يضرب استوار فريدي أشيري خيوب باستوار فريدي شاود الناس صار كاش عين عليه بكات خدم ربع سنين وطلقوه 2021 وحدو يضرب الرا مسكين ما لاقي بيها وين فرش كرطونة تحت البول ثم كان حزين زيرو دينار في الجيب والبد ما كان حنين صافي ما عندو الحليل الله رحيم اخي ديالو شكون طونا تحت البول ثم كان حزين زيرو دينار في الجيب والبد ما كان حنين باصي اس دي اف ونحط راسي اس دي اس دي اف ما معنى اس دي اف اصاحبي ما معنى اس دي اف باصي اس دي اف ونحط راسي اس دي اف حد متراسي شنو هي اس دي اف العايل ما معنى اس دي اف الخوا وانا اس دي اف شنو هو او شنو هو اس دي اف SDF بدات الناس تحقر فيه هادو زادوا له آلام يفوتوا عليه SDF بدات الناس تحقر فيه هادو زادوا له آلام يفوتوا عليه كاع نقايا ما يلوحوا له سلام زعما خونا كدا ولا شنكار ولا كدا ولا كدا هاكاك ناس تحقر فيه هادو زادوا له آلام يفوتوا عليه كاع نقايا ما يلوحوا له سلام ناس الخير هذا يمد تريكو هذا يمد سروال مي واحد ما يخزر فيه مسكين توحش الكلام والله راه كاينين الناس بحال هكا حق الله العظيم ما تعطيو له راه يحضر معاه فهمتي يحس براسو بنادم احس براسو راه شي تكونيكت مع بنادم تبقى مربي كربتي تعمل مع مشاش تعمل مع كدا توحش يهضر مع بنادم ثم بدا يهبل بشوية ولا يبان موسخ ولا يحلم ياكل ما ولا شي يحلم بدار ولا يلقط في بوبال المهم حاجة تقنع ولا مجور اللي نسى يهربوا منه في تروطوار صافي ولا شنكار صافي فهمتي شنكار زعما ديك شنكار وكان بحال ياديك القنطة ولا يحس روحو مختلف في الاول كانت تغيظو بصح بالوقت والف قبل الاول كانت تغيظو تغيظو هي قاصحة كانت صعيبة ياكلو كان صعيبة ولا شمعنى المهم هي هادي كانت قاصحة دابا ولا شي والف ولا تجي عادية حياتو هكا ومخو ولا تالف يفوتو عليه في الطريق هذا الفين هذا الف فاتو عامين وهو فات المهم تشد برا على راسو هذا الفين هذا الف الحالة في الليل يبكي حتى لحقت ليلة كانت باردة عليه مسكين كان مريض كان يترعد كان يغيظ كفا حتى لحقت ليلة كانت باردة عليه مسكين كان مريض كان شيبكي يوبي يوبي شيبكي فطرة كذا هذا تسمع اسمع ما يمزي اسمع اسمع تك تغرغينا فهذ الحالة في الليل يبكي حتى لحقت ليلة كانت باردة عليه مسكين الله ما بلي بحال شي يبكي يوبي دابا يعني مأثر بالاستوار يعني استوار فري كان مريض كان يترعد كان يغيظ كفر عليه الهم وفي حاله لا يوبي مريض تبدل له الصوت يعني بحال شي يبكي الله ولم الله ولم وما الكلام من يشكي لو كان نقول لك بلي قلبو حبس ومات وانت مخطي في كوات وكان عاجبك دفا لو كان نقول لك بلي قلبك في سبات وانت ما سيت الجوع وانت ما سيت الحفا الله يرحم الله يرحم الله يرحمه مجربين الجوع مجربين البرد مجربين القهرة مجربين الحقرة اللهم لك الحمد لا تشوفنا بحال هكا صابرين لكلش كاكا نقول لك باللي قلبو حبس ومات وانت مخطي في كوات وكان عاجبك دفا لو كان نقول لك باللي قلبك في سبات وانت ما سيت الجوع وانت ما سيت الحفا في العشرينات ولا يبان شيخ كبير قادر اي واحد فينا تصرالو الدنيا ما تغرقش هذا العشرينات ولا شي بمحا شيخ كبير فهمتي صافي الهم سيد شاب اللي هي كبرات شعلو كاكا كدا الله يرحمه لو كان قلبو وقف الدنيا تدور صاحبي انت وتحير وانت تفوت عليه كل يوم رافد راسك ما يهمكش راني مباص الله يسمح لنا منهم الله يسمح لنا منهم الله يسمح لنا منهم صاحبي انت وتحير وانت تفوت عليه كل يوم رافد راسك ما يهمكش راني مباصي اس دي اف ونحط راسي شنو هي اس دي اف شنو هي اس دي اف عشير شنو هي اس دي اف اصاحبي كنا عايشين معاك سمعت اس دي اف تتصحينا صاحبي شنو هي اس دي اف شنو هي SDF حد متراسي SDF 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 S
لك زوين ناضي اخي عاودنا استوار ديال واحد كيف كان كيف ولا اللي جبنا في الزنقه حنا نعطيو شي مكيف نجيبوها لي حماق مش التاكور الكراه الصراحه اسمح لنا اخويا الله يسمح لنا منهم تماما كذوب على الله حرام تندوزو من حداهم تنتسوقو بيهم بعد مره تشوفو في الخويا شي درهم شي كارو كدير شي تقلب فيه بالرجل الله يسمح لنا منهم بالرجل يا شيري الله يرحمو ولا كانت اسوار فري ماشي هي بحال بكيتي في الاخر بديت نتيقك ولا كيدير شي ليا راه ما نسامحكش رخوك عينيا نيو قلبي شي جدا غير تتاثر بحال هاد الاسطوار هي اثرات عليا عيني راه غرغره باغي دمو ولكن يعني اجي انا الدراري اخويا الطراك زوين ناضي عجبني ما عندي ما نقول لك خيو بيو بغيت نشد ديكور بيغا بلي كابرو صافي دوز عييد اخويا كنتي انت ولا انت اول مره تخرج القناه الصغيره ديالنا شيري فيها باش تدخل تورك هذيك فلور تدخل تابونا او تدخل سبسكرايب في القناه الصغيره غير تكبر شويه كبيره تدخل وين هيبوا على عباد الله صافي ما خسروا والو كنا كلشي مشيو بحالنا يلا اخويا ان شاء الله صوت اللي كان خافو غير ربي ملكون شكون تكون انت بنتايا فهمتكم قلت انا لن اكون لكم عبيدون في يوغاتون اللي ما دخلتش معك الدم وهديتون